الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإلى عاد عادنا وحان أدرني أخاهم ولا الكودي هودا هودها وانين إيه وقرنا شيء يا أدرني. قال أسجن وحير يا قوم قومك يا أعبد الله إلهي عابده ما لكم إذا كنتم مسجنان من إله إله إذا مسجنان إله صغير إله غير كيئة أفلا تتقون ورميان الإله إسكجري أو عرض شيقات كيس كبقير أو وحو إذن فرق أنا سمينين وحو إذن كره من على كجوك سنين. قال الملأ كوي أخيارة وحيرة الذين كوي كفروا كفريي هم من قومي هود قوم كيس كمتع. قال الملأ الذين كفروا لمؤر قال الملأ من قومي بلير بمعنى أخيارة قوم كيس كمتع هيد نبي النوح كل قد وكيس ويكوري مادي. هل كان نبي هودنا أخيار تقوم كيس كما دهيت كوي قالوا يبقى كوريمت كوي أخيار تقوم كيس كما قالوا يبقى جركول ساشا كفاميس. قال الملأ الذين كفروا من قومي وحجر هذا إنا أنه لنراك وانك أرقنا هودو في سفاهة عقل فضيت إنا كي كسور إنا تاي إنا عقل فرد هانك أرقنا إنا أنه لنراك وانك أركينا يعني هودو في سفاهة عقل فضيت إنا كسور تاي ما هذا الليل إله بأي صوتر adigu sidaan ho bashar ah oo anagu la soo dhaxsoonto waxa waaweyn waxa shaqteen aqli furud xiyaalaha waaweyn in aan suurgalka ahayn in aqli furud ba shaqte wa inna anagu la nadhunka wa ku maleenana min al kaadibina ku been shaq mid ka mid ina ka ku maleenana saasi yiraahdo. qala wuxuu yiri ku nabi hud ya qawmi qawmki yow laysa bi anagu igu musuqnaanin safahatun aqli furud igu musuqna walakinni sal'un ghiya anaga رسول كل صادران من رب العالمين عالمين رب قول حق لك صادر أبلغكم وان دين كارسين يا رسالات ربي رب جاي رسالة ينكيسي يعني دين كارسين يا واسي تيجي نبي نوع أكلوي وأنا أنيجو ناصح كل نصحين يا نهي لكم إذن كدين نصحين أي ناصح سو أمين لأميني أو وحي دنت كجر تشاعي أو إذن خياسين يا نهي أو حق ربي لك سو أمين أو عجبتم ما ياد لي يابتين أن جاءكم إنه إذن يماد ذكر ذكر وأن إنه إذن تماد من ربكم حق ربكين إذن كتماد على رجل ننكرك إذن كتماد ننكاسو منكم إذن كتماد إذن كتماد هو بشرة لينذركم إنه إذن تقدرتين إنه إذن كتماد وذكر قاس إنه إذن كتماد سيدا درادت ما ياد لي يابنتين والليرهم بشر وين. واذكروا حصوص توير حداتهين خير عاد إذ وقت حصوصته جعلكم إلهي إذن كيالي خلفاء كو خليفيالة من بعد قوم نوح ومن نوح اللي هلاقي بعده كو إلهي أرضده كو خليفيالي وأرضده إلهي أديبي نعمة حصوصته ليري وزادكم يلب أو إذن زيادي في الخلق أبو رسل دحر هذا بسطة في السنة إذن زيادي في السنة للركوض وإضاء داريان وين بالبلارنا يعني kolku waxa weeye qoomun wixii la halaagay bacadigeed ba ilaahay ee ardada ka khaliifa uu dhigay waa nicma tan kale waxay ahaayeen naman waaweyn xagga ballarkii xagga dhirka ba aad u waaweyn bay ahaayeen. kolka fadkuru xusuusta ala allah ilaahi nicmooyinkiisa oo ilaahay idin siiyay oo labada ay ka mid yihiin in khaliif la idinka dhigay ardada iyo inaad fadsano ilaahay idinku rasaaqi ah abuurista xaggeeda nicmooyinka ilaahay labada ay ka mid yihiin xusuusnaada lacallakum maxadmununtiin تفلحون إلى البيبنتان. قالوا وحير هذين خير عاد أجئتنا ميا نوت متهودو لنعبد الله وحده إلهي كل جئنا نعبد ميا نوت متبيرا وإلهي كي كان كتكم تاسي قادر الأي بني آدم بالعقل يا سفير أجئتنا ميا نوت لنعبد الله إلهي إلى نعبد وحده كل جي حاله يه هو النذر أن كتكم ما شيء أن كتكم كان أهاين يعبدك ويعبده آباؤنا aabiyalkay ku caabuday ayna ka tagno ina ilaahay kaliya caabuno aabiyalkay wixii aan ka soo gaarnay oo asnaamti aan ina ka tagno saasad noola timid beere waxa la qaadan kara taas ka yeelmayna yiraan oo faatina noola ima bimaa sheegay taciduna aad noo yabo heshid oo noogu hanjabeysid oo cadaabka noo ima haddii rumayn weydaa baladin halaada soomaaliyeed soomaalayn ku diidniya noo ka beere in kunta hadaate mina saadiqina ku run sheegay mid ka mid ah inadu xaq rabbi laga soo diro in cadaab nagu dhacayo هذا رونكو شيء يصير نور إمام كل كذا فيريس النبي عاش مركي ذاك وحشة ليان ولا ليان فيري
أفلقاذ بحكت ما تذكر قلعون حقيس تذكر قلعون حقيس نبياشي أفلقاذ ذاس أمي جوابيا نبي نحب القوير إنا لنراك في ضلال مبين بارعة مؤرن معنات إلي ذين أنا أدنتيني كشقين إلهي صادري وإذا بدردين بدنا قاليها ونمعصن أوران وحويري يا قومي ليس بي ضلالة تلكي أنك بشو بارئكم مسغنوا يري ولكني رسول من رب العالمين نبي هود نساس أوكلوي مركيرا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وحيري يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين نظامك الدعوة تذكر له هرونيو واسد النبياشي لقصه قاريو ما حينا تعروني شت ما حينا أفلق هذا جوابي شت هذا وحا وحكوي مدورته ماشي كهل ليان وحكوي ربكي إلهي خلقك أبورتي ما قعيسات كهل ليسا وقعوا سقوة تتكوها ليسا هير كان يمنع أي جوغان مجوكتت كلكو حوي هل فعل تمن أدو داد كان واحد الربعين أدو عقل قودي بدشت إن إلهي سوها نونيو وحبا استرسو اسكدو الفولفولي أي كرد حلين دادكي هورا أو شيغا أو وحاسا اسكدو الفولفولي الربع وحاسا إنا كربان أو زيزبال الربع كلكو بها إنا عروني شد أم أفلقاريز مايا كنت هذا أدو قلب ذاك هاد قنادو وحاسا أقل إنا كساميان معه قلبي بوحو دقنو وحاسو إذ الأنجل قليني وإلا ذاك كلها ديسا ما أركيسا لكن هدي أترى محاسدة لي ليا أنا قو توصل دن تودان وري معنا وحكا لو وري سو إيقم هور إيماني بس وي وان كتقيا أما ما هي وان هدي بي عاين وإلا بدرينيين كوان ساسو أكل ما أكل كاب لي وينو عركو كسو دماء كوان ويقر درينيين وحاسو حبك مجراجا أدون إلهي مقعيسكو هالله ياتهي إلهي وحي أواتي خلقيا لقو بدباديني كل كأدب إنك عذاب كبد بارسار ربته كل دعوة إنك يفيدنا جد كاس إنه مروي يعني لا لفعته ما يدك ليس بسب كل كساس بيجو جوابي كل كي أجر هذين فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين واحد عذاب كتجس إنه الإمام مرت أجر هذين قال وحوي للنبي هود قد وقع عليكم فركين من ربكم حق الرب جيني رجس عذاب إذن كقد عبوا وإذا كنت عيبوا ما دام الكامري سام عذاب إذن كنت عيبوا قبتي أم بها ديمو ياه بس وي وإذن دمعت قد وقع ورعب عليكم كوكين رجس عذاب هلك آتاقين تين عذاب كي ورعي قبتي أم بها ديمو ياه وحبوا مهرم رجس عذاب حق رب إذن كقد عي إيه وغضب عرق لبرا سيدين كنت عرق أتجادلونني مياد إلى الدور سامور في أسماء المقاعي مياد إلى الدور سامور مقاعي ذا سو سميتموها إذنك أد مقاعو ذه أنتم إذنك إيو آباءكم آبياكين أد مقاعو ذه مياد يقول دور سامور ماش إلهكم هايسان هو مقع مركا ذيه سرمك سوى إله كاك الوى إله اللي ذيهن إله نمات كشيكي سان هو مقع بحيوي مقع وي ما ماش إله نمات مطال معني إله نمات ميتال لقع عاس وحات الوى إله ماش مقع مويان إله نمات معني ماش ماش مطال وهكذا ساس أقلوي هو مقع ماش مرمو وأنا أقول إيه هذا؟ بقول هل كيا الواسف؟ تلف ذي أسفنا ما معني أسفنا مش مثال. وأنا أقول إيه هذا؟ لقى حاس وذهب، ذهب بنا لقى حكم مقع. تمقع ما مشي لكن ذهب نو مش مثال. وأمسداس، ومقعية إذن كأنت بحسين مش إله نو واحد إله مش مجرى. ملك إله مقع بس. ومقعية إذن كي أبيال كن أنت بحسين بقول. وحاسات يقول الدور يسام بقول. مقعية ذا سو. ما نزل الله إليه أسن سود جنين بها مقعيرا سبا من سلطان حج أسن كسود جنين إن إيه إلهي لغو شريكيا إن لعابد إلهي حق حجان لغو سود جنين فانتظروا هذا بسوق يري عراك كل بدعي قبت إن بحدي فانتظروا سوق إني أنا معكم إذنكم معينا من المنتظرين كو سوق يان آي عراك قد عديسة سوق أن سوقنا أنا قلنا معينا كي سوق يان آي أن سوقنا عراك كاس فأنجيناه النبي هود وانبت بادني إيه والذين كوي معه وسجل لجري وانبت بادني بالرحمة النحريس وكبت بادني ومنا حق إيقاهاتي وقطعنا وانقويني دابر الذين كذبوا كوي بيني بآياتنا عيداه بيني كي أدن بيه مانقويني كي سوى دبس عدي يانقويني يعني كي أدن بيه سوى دبس عدي هدي على كل عوله هلاقي كوي أهري كوي دحدة هان وإبر وإبر دابر كوانينك حق دم صوص عدوي حق دبدا صوص عدوي ويا حديب عذابك إله كاس إبر لقدي أنت أول كل قبل الله معناه وحبل لقمة تجيني وقد عنا وانجو ندابر الذين كذبوا بآياتنا كوي آيات إلهي بيني ماركيسا كوي قدم به ينجوني عن عرب جوني وما كانوا ما يهين كوا مكذبين تا مؤمنين مؤمنين ما يهين
هذه بآيات إلهي بيني إني مؤمنين ولا قرنها لكن مع الله سو شيء بمعنى واحد لوها لا إيمان الآن توي وإلى ثمود وأرسلنا إلى ثمود رأى ثمود محمود رن أخاهم ولا الكود صالحا والنبي صالحا قال أشهد أن وحي يا قوم قوم كيو اعبد الله إلهي عابد ما لكم إذا كنتم مسكنان من إله إله إذا مسكنان غير إله غير كيا قد جاءتكم وحي إذا تمت بينة حجة عتبة إذا تمت من ربكم حق ربكم إذا كنتمت معجزة عتبة إذا تمت وحق ربكم إذا كنتمت أو تصنيسة إن أنا وحق ربي لي صادري معجزة عت أو حجة عت يا حق ربكم إذا كنتمت أو تصنيسة إن أنا وحق ربي لي صادري وأما هي معجزة عدن واتر هذه تنتظر ناقة الله إلهي هشي سوي إلهي هشي سوي هل با ميل لقح يقصو بحر إلهي يقصو صار هشاسي يعني أور موسى مرينا ماركيسا إلهي بقى لقح يقصو صار هل ساس أقرأ أو قرب عادنا أي ولد آية حالة إيتاي هشاسي لكم إذنك آيات إنتهي معجزة إذنتهي وآيات معجزة إذنك إذنها كل كفذروها حشاشة إسكت دافوري كتجا تأكلها عنته في أرض الله إلهي أرض ليسها عنته ولا تمسوها هتابنين حشاشة بسوء حمان هكتابنين خلوا هل وين بقى هيدو وحيوله حش إلهي بقى إسكت وناقة الله وحي داق داقس في أرض الله وحي عبس بيه إلهي وحي داقس النبات إلهي كل كحوي وحد يلسا لباتي إذنكم ما هايزين بيئة ليدهين داق الذين معها معنيس إلهي بوته وحور السلاس أسكت دافع حمانها كتابنين إذنك أبيك عشئي إذنك أقورعائي إذنك أقولك رفتئي أسكت دافع إلهي بالي أسكت جرع إذن وحيدين يلم يسو إذنك نحبها يلم ولا تمسوها بسوء حمانها كتابنين كوكاف يأخذكم أعيدين قبته عذاب حمان كتابتان عذاب أليم عذاب حنوني أعيدين قبته واذكروا حسوسة إذ وقت يجعلكم أعيدين كيالي حداتين غير ثمود خلفاء كوي خليفين أو أرض الخليفين كإذن كيال من بعد عاد غير عاد بعدك أو من نوح بغير عاد خليفين كآية غير ثمود مركي غير عاد الهلاي كدب يين خليفين نغدا من بعد عاد عاد بعدك خليفين إذن كيال أو وبوأكم إلهي أو إذن دجي في الأرض أرض الأحد إذن دجي أو كو أرض الدجي أو قعنت كل دجي أو كتصرف إذن كيال تتخذون حال أسميسين إيسان من سهولها أرضها سبنانة إذن قصورا سرعت كسميسين إيسان ميلها بنانة وقت القبو ميلها بنانة يا سرع إذن كتها لها بسرعة تكتان وتنحتون أدقر إيسان الجبال بورهين أدقر إيسان بيوتا قري حال إيه كواسن وقت القبو وحوي بورها تويحوك بالنية بورتها لغا حاء يا قولل لغا سميسين إيسان قولل إنت اللو قضو يا قولل لغا سميسين إيسان كل قبوه جميشي قبوه وكذا بتباري وقتها كلال كنا بنانا ذا سيا قري أبي يالي ساسي أهانجر فذكروا حصوص آلاء الله إلهي النعمة ليس أقوى حيالا من أنصار شغنا أكمدين حصوص ولا تعثوا فسادين في الأرض على ذا لحدة مفسدين حالات إذنك فسادين ولا تعثوا يعني حبابين في الأرض على ذا لحدة مفسدين حالات إذنك فسادين أرضها خربنا انت هسوء شغل قال وحير الملأ كوي أخيارته الذين كوي استكبروا إسويني أو من قومي قوم كي سكمته نبي صالح قوم كي سكمته وحير هذين للذين كوي وحي كوي هذين استضعفوا لقميسي أو لضعيف صدي وحي كوي هذين لمن دول وحي كوي هذين آمن رمي أو منهم مستضعفين تكمته هذا الكوي وحي كوي هذين كوي لضعيف صدي كويرة ضعيف سيد كل قد ما هي كوي إيو كمتها هي رميوي لمن دول وحي كوير هذا آمن الرمي ومنهم مستضعفين تكمتها هو مستضعفين تلم يقال به قارن وين رميان قارن عن رمين كوي رميوي وقد منهم تعدوا إلى سيد مستضعفين أم منهم تعدوا إلى قوم كوعلي للذين كوي وحي كوير استضعفوا لضعيف سيد لمن دول وحي كوير آمن الرمي ومنهم قوم كمتها كل مستضعفين تؤذل بواكو رميوي قوم كيس كمتها محي كوير هذا أتعلمون مياد أكتين هداتين كوين تاكت درد أن صالحا صالح مرسل كل صادر إنو يا من ربي ربي يسحقي كل صادر إنو يا مياد أكتين بي إذن كأك نبي صالح إن حق ربي يسحقي كل صادر وإذن كراعتنا وإذن كرميي
ma ogtihiin horta in la soo diray inka in xaq rabbi laga soo diray ma ogtihiin bay yidhaahdeen. Qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anugu mu'minuuna kuwa rumaysan baa nahay bimaa shay baan rumaysan nahay ursilaa la soo diray nabi saalex bihi maagaba lagu soo diray. Macnaha waxa weeye isaga in xagga rabbi laga soo diray ma ogtihiin, cilmiga isaga iska dhaaf, isaga in la soo diray iyo wixii lagu soo diray waad ognahay, taamurama ma aha, ogaanshaha iskama dhaaf, anagu waanba raacsanahay bay yidhaahdeen. Idanku waxaad ka hadlaysaa in la soo diray ma ogtihiin, ogaanshahaas in la soo diray aan ognahay, taas hadalkumaba jirabo. Isagii wixii lagu soo diray inaad ognahay hadalkuma jiree, waanba rumaynay waan raacnay. Innaa anagu bimaa ursila bihi mu'minuuna, wixii isaga lagu soo diray kuwii rumaysan baanu nahay. Idinku ma ogtihiin baad ka hadlaysaa, waanba rumaysan nahay ba. Qaala aladiina, kuwii waxay yidhaha istakbaruu iswaaweynay, innaa anagu kaafiruuna, anaguna kuwii kufriyaanu nahay, biladii kii yaan ku kufrinay, aamantum aad rumaysan bihi, isaga aad rumaysan. Anagana waxaan idin sheegaynaa biiran, waxa idinku rumaysan waan ku kufrinay, waxa idinku rumayseen waan ku kufrinay, oo nabi saalex iyo wixii lagu soo diray anagana waan ku kufrinay. Hadalkii yidhaahdeen hadal ka soo horjeeda wey. Facaqaruu, way gowraceen, way dhuun dhabeen, annaaqata hashi, hashiga boqnugooyina way gowraceen, wacatoo way madax adkaadeen, can amri rabbihim, rabbigooda amarkiisa arin iyo ka madax adkaadeen, way diideen hashii la yidhaha taaban inay gowraan. Wa qaaluu, waxay yidhahdeen, yaa saalixu saalixu, i'tinaa noola imaa bimaa tacidunaa, waxaad noo yabohayso noogu hanjabaysa cadaabka ah, hashii gowracnay noola imaa, wa adiga laa walaa tamasuuhaa bisuu'in fa ya'khudakum cadaabun aliimun, waaka waan gowracnay waxaa sheegaysa noo keen, bay yidhahdeen. In kunta haddaad tahay min almursaliina, kuwa xagga rabbi laga soo diray mid ka mid a haddaad tahay, fa akhadathum, waxaa qabatay arrajfatu, arrajfatu gilgiladii baa qabatay, waa lagu qayliyay, qalidii bay ku gilgisheen, gebigood bay ku baaqeen, dhulkii wixii baa wada gariiray, waa lagu qayliyay. Fa akhadathum, waxaa qabatay arrajfatu gilgiladii yaa qabatay, dhawaqii lagu qayliyay bay ku gilgisheen, gilgilashadaasaa qabatay. Fa asbaxuu, waxay ahaadeen jaasimiina, kuwii kuudkuudoda fii daarihim, daartooda dhexdeeda kuudkuudoda, yacni meesha wareer, waxaa loo jeeda meesha ay deganaayeen daarta, daarta maa sarta aad ku jirta kaliya, meesha aad degan tahay. Fa asbaxuu, waxay ahaadeen jaasimiina, kuwii kuudkuudoda fii daarihim, daartooda dhexdeeda, guryahooda dhexdeeda, kuwii kuudkuudoday ahaadeen. Bimacnaa waxa weeye, markii la gilgiliy naftii baa ka wada baxday, kolkaasa waxaad mooda dhagaxyo kuuskuusana meel yaalyaali oo kale oo wada bakti ah, isaasha u kuudkuudodaan iyagoo wada bakti ah. Ninkii sidaa u fiiriyay wuxuu arkayaa suur bani aadama meeshii wada tuushay oo midna naf ay ku jirin, sidaasay noqdeen. Qayladii baa sidaa nafta ka qaaday, waa lagu qayliyey, naftii baa ka haadi. Bani aadamka daciif wey, qaylida qayla yaa baabi'in karta. Kolkaa fatawallaa, waa jeestay nabi Huud, nabi saalex, canhum iyagii waa ka jeestay markii la baabi'iyey. Wa qaala, wuxuu yidhi, yaa qowmi qowmkayow, laqad abalaatukum, waan idin gaarsiiyey risaalata rabbi, rabbigay risaaladiisa waan idin gaarsiiyey, wanasaxtu lakum, waan idiin nasiixiyey, walaankiisa lagu noqiye laa tuxibuuna, ma jecladiin annaasixiina, kuwa idin nasiixaynaya ma jeclin. Hadalkaasuu ku yidhi iyagoo bakhtiibu saa ku leeyahay, oo adigu yacni waxa weeye macnaha wuu la hadlay, wuxuu leeyay waa adiga oo qofkii adigu ku dhibay ku dhibay ku dhibay suxun markii loo dilaa tiray, waryahay abaalkaaga ma heshay, waa dhintay hadda, waad la hadlaysaa. Kolkaasuu intuu saa u fiiriyo yidhi, waryaha qoomkayga waan idiin nasiixiyey, laakiin waa adiga diideen. Waa sidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waagii Bader, kuwii markii la laayay gaalada oo meeshii ceelkii lagu guray, intuu dur tagoo yidhi, war hay bal iska warrama, wixii ilaahay idin yabahay ma heshaa, anigu wixii ilaahay iyabahay nasriga waan helay, iska warrama, iska warrama. Waa sidaas oo kale wey, intuu sidaa u fiiriyo wuxuu yidhi, anigu risaalada idin soo gaarsii waan idiin nasiixiyey, laakiin idinku ma jecladiin buu yidhi. Hadalkaasuu ku tuuray. Hadalkaas waa markii la halaayay kadib inay yidhaahdeen, iyo aayadda u socotaa saasaana fiican in lagu daayo. Wa luutan, walaqad arsalnaa luutan, nabi luutna waan dirnay, id waqti baan dirnay, qaala uu yidhi nabi luut liqowmi qowmkiisa oo ku yidhi, ata'tuuna, miyaad la imaanaysaa, alfaaxishata, xaaladii foosha xumayd, miyaad la imaanaysaa, maa sabaqakum, xaalo uusan idinka hormarin bihaa faaxishadaasi, min axadin ahad oo idinkaga horreyno, axadkoo min alcaalamiina, caalamiinta ka mid ah, faaxishii dadkii hore aan samayn jirin miyaad la imaanaysaan, bay yidhahdeen.
dadki hore laguma yaqiin waxaan ragga isdamcaya ah waagii hore iyagu kore laguma aqoon warma waxaasa la imaanaysaan innakum idinku la ta'tuuna waad u tegaysaan arrijaala raggaad u tegaysaan shahwata shahwa darteed aad ugu tegaysaan shahwa ishtihayna aad ishtihayn nasaan aad jeceshiin waad ugu tegaysaan min duuni nasaa'i naagaha ka sokon waa waxa lala yaabo bani aadamka markuu qalloocin yahay xoolaha waa ka liita adigu maad aragtay dibi dibi hunguriyeynay ama urgi urgi hunguriyeynay ama rati rati hunguriyeynay ma jirto ma jirto adiga arki maysa arki maysa laakiin bani aadamka fiiri markuu ilaahay jidkiisu haynin xoolaha waa ka liita inhum ilaa kalam caami bal hum adallu wey waxaan xoolaha ka suurubin ba ka suurubin waxaan xoolaha ka suurubin yaa ka suurubin kolka waxa weeye waa la yaabay wuxuu yidhi ma raggaad u tagtaan buu yidhi shahwatan weliba shahwa u haysa sida habeenka shahwada ugu qabanaysa oo kale shahwa ugu haysa min duuni nasaa'i naagaha ka soko war waa sidee buu yidhi bal idinku antum idinku bal iska dhaaf antum idinku qowmun qowm batiin qowmka oo musrifuuna xad gudbay oo maantum arkaysa xad gudbay xataa shahwada gudashadeedii meeshay ku habboonayd maa meelo kale ula kac wamaa kaana ma ahaan jawaaba qowmii qowmkiisa jawaabkii ma ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan maa akhrijuuhum luut iyo qoomkiisa luut iyo inta raacsan bixiyo min qaryatikum qaryadiina ka bixiy tuuladiina ka bixiy qaryadiina aad degan tihiin luut iyo inta raacsan ka bixiy yidhaahda sababta ugu bixinaysaan waa maahay innahum luut iyo inta raacsan unaasun dad weyn yatataharuuna istataahiro waada istataahiro dembiga loo saaray waa maahay waa istaahiraan taasa dembi ah innahum unaasun weyn yatataharuuna istataahiro waa istataahiraanoo naga bixiy waxyaalaha nadiif unbay leeyihiin waxun bay sheegsheegaanoo wixii kale wuxuu ku leeyihin waa istaahiraynaa waxyaalaha qaarkood waan ka faaninaa bay leeyihin war waxaas meesha ma jiraan bay leeyihin maadaama ay sidaa yihiin qariyo ayna idinla joogin wax istataahiraayo ma rabno wax istataahiraayo ma rabno kolka waxa weeye macnaha bani aadamku waxa lagu tusinayaa meeshay ka gaadho haddaan jidka ilaahay ku soconay meeshuu gaaray waxaa sheeko maa ilaahay iska sheekaynaya keliya laakiin waxaa lagu tusinayaa bani aadamka inuusan istaahilin inuu isaga laga dambeeyo in isaga laga amar qaato isaga haddii loo daayana wuxuu gaarsiinayaa dadka heer aan ma arkaysaa heer aan bani aadamnida looga baxay gaarsiinaya waa sida maanta dhacaysa wey aminka dhulkaas orbada waxaa ka dhaca raggii baa la guursanaya naagihii baa isguursanaya waa la baneyay inay naag naag guursan karto ninka nin buu guursanaya way banaanta telefishinka laga tusa foolxumad haddaad aragtid waad yaabaysaa sheekh nin nin soomaaliya la aroos yaa telefishinka laga tusa olwalee waa aw waa aroos waxyaalahaas baa jira sheekh dadka waa wax la sheegsheegi karo maba ahaba kolka halkaasa la maraya waxaas oo kale dadkii dambi kama laha waxaasa la rameeyey iska sameeyey war waxaas dadka lama raaca waxa weeyaan ilaahay jidkiisa wax dhacma ma jiro hadduu ilaahay dadkaas aanan badbaadinin waxyaalaha nadiifta ah oo dadka shaqo ay ku sharafuubaan runta ha la sheego cadaaladu way wanaagsan tahay xataa gaalada ay leedahay waxyaalahaasoo idil waa wax nebiyaashii hore laga dhaxli wey iyagan loo aanaynaynin mooyaan wax waa wanaagsana iminku weli baaqiga ah waa wax xagga rabbi ka yimid oo nebiyaashii laga dhaxli wey laakiin bani aadamka siis haddii lagu daayo xoolaha waa ka liidanaya xoolaha waa ka liidanaya waad ogsoontihiin dadka aan risaalada gaarin ee qaaqaawan markaad aragtid waad yaabaysaa kolka bani aadamku wuxuu sharaf ku yeelanayaa ilaahay wuxuu yidhi inuu ku socdo fa anjaynaahu nabin luud waan badbaadinay iyo wa ahlahu ahlkiisin waan badbaadinay ila imra'atahu naagtiisa maahay kaanad waxay ahaatay naagtiisii min alghaabiriina kuwa cadaabka ku haray mid ka mid ah cadaabka kuwa ka hore cadaabka lagu halaagay kuwa ku haray la halaagay mid ka mid ah bay ahayd wa amtarnaa waxaan da'siinay calayhim qowmu luud korkooda waxaan ku da'siinay mataran roob baan ku daasiinay oo roobkaasna waa maahay xijaaratan min sijiilin wey dhagaxyo oo dhoobo engegtay ah dhoobo engegtay marka dhoobada aad u qallato engegtay waa dhagax way ka adagtay dhoobo saas oo kale ah yaa dusha yaa dusha lagaga soo daadshay fanzur fiiri nabi maxamedow kaana kayfa sideebe kaana ay ahaatay caaqibatu lmujrimiina mujrimiinta cidhibtooda siday ahaatay nabi maxamedow bal fiiri wailaa madyana reer madyana waxaan u dirnay akhaahum walaalkoodii shucayban shucayb ahaa qaala wuxuu yidhi nabi shucayb yaa qoomi qoomka yow ucbudu llaha ilaahay caabud maa lakum idinku idinma sugnaanin min ilaahin ilaaha idinma sugnaanin ilaahaas oo eyru ilaahay keyrkii ah yacni kulli saasay ula yimaadeen nabi kasta afka doona qoomkiisa kula hadlay afka oo kula hadlay marka la tarjumeeyo af carabi lagu tarjumeeyo
كلي وحوها اعبد الله ما لكم من اله غيره. قد جاءتكم وحى اذن تمت بينه حجعت بعين تمت من ربكم حق ربكين اذن كتمت حجعت با حق ربكين اذن كتمت نبي صالح بركو يقول حجعت با حق ربكين اذن كتمت او معجزتي هشي بقى. لكن نبي شعيب مركو لي قوم كيسي حجعت با حق ربكين اذن كتمت نبي شعيب معجزه الهي اوصي قرانكم اوصي شيء معجزه اسق اوصي نبي قصد معجزه وتي لكن معجزتي اسقل سيي الهي اوصي شيء قران كل كو يري حجعت با حق ربكين اذن كتمت او وا معي بينا او حجعت ام وا معجزه لسيوي ام تعليمات كو لي مدوي لكن معجزه هذه اي تهي معجزات وحي تهي لما شاء كل كو وحوين فاوفو اوفي الكيل باجد اوفي دك ما كانت وحو بيغسان اوفي والميزان ميزان كان اوفي مركه دك وحو ميزان 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 اوفي ولا تبخسوا حنسقى منين الناس دتك اشياءهم شيال كود حنسقى منين دتك شيالك ايلي وحياله وحنسقى منين وي معناها وحويا هدي بريعه بتار وحتر ور وحن معنى ملها قيمه ملها إيه. وحان معنا ما لها قيمه ما لها دكا قرنين دك انت اشياء ذو نسقاميان دك اشياء ذو لما نسقامي وحي غدنيان هديتها هدي ايتها وحي ان ما انت ماركيس اي ربان هديتها وحي اي وطان هديتها وحي لبسين هديتها دك اشياء ذو نسقامين فرح كقات وروحوا لبسين يا يفير وروحوا عنا يفير وروحوا وتسوق جينا يفير دك وحي وطان لما نسقامي اسلم فهو الحموي دك إيه وحي أهين نمك رير مدين داد وحي أهين ميل فرديو أو ميل هالبولة أو وحي أهين لو أتك مسافرين تأي مرا أي نسو مرا أو لغا مارمين أو قليل فرديو كل كاسا شركي أي سمين أي وحي أقدر جيت كاس ما دام دادك أي مرا يارو لغا مارمين دادك يبي سيه ربان أقلا سيه ربان بي أقلا كل كتيبة لي ركلا هذا وفي الكيلة والميزان ولا تبخسوا الناس دادك هنسقى من أشياءهم وحيالوه كنسقى منين ولا تفسدوا هفسادين في الارض ارض دخلها فسادين بعد اصلاحها وناجين في الله او وناجي بعد قال ارض هفسادين الهي با وناجي او ارض ميل بني ادم كو دقمي كار او قلنت او و خو نولان كار كهلو كدغي نبيال بو اسو دير شرع بو اسو دجي هفسادين او دح يو توغ يو باب يو نسقامين يو وحاسا كو فسادين ذلكم قال سو شيغي او وا مخاي ان باغد اوفيسان ميزانك أد أوفسان أو دتك وحياله وطن أنا سقامين أو فسادك أد كتكتان كاسا خير خير بدل لكم إذنك إذن خير بدل إن كنتم هداتي المؤمنين أكو إلى يرمي سرميني ولا تقعدوها فرديسنين بكل سراد جد كستها فرديسنين توعدون إذنك وهنجبي دك إذنك ودك وهنجبي أو وتصدون أو جيدني عن سبيل الله إلى جدك سحقك جيدني من دولك جيدني آمن رمي به إلى رمي أنت جدك فرديستان إيجويا ايه دك وين جبايا هيا وريا ايه ترى عشان تاع ما هذا تمت ساس او كلمات بس كي جيت كتواصل هاي وين جبايا كل كاش لي مو واحد شعيب وتاد ورتا واحد لي واحد سانو سقامين ايه واحد سي عني سو ولا سو بيج ايه وهي على او شيك شيك ايه واحد او كلي مو واحد سبب ورتا من دك وين جبايا مركي وين جبان بيقول حرب كاس ما يسنا ايه ولا تقعدوها فديسنين بكل سراد جيت كسته توعدون اذن كو هنجبيا وتسدون او جيدنه عن سبيل الله الى جدك سك جيدنه من دولك جيدنه امن رمي به الله رمي وتبغون اذك ارادنه ها ودد الهينا اي وجن قلع الرادنه او جيت حن اني تاي واذكروا حس او حسوسنا اذ وقت كنتم اهيدين هداتي غير مديان قليلا قوم يراد اهيدين فكثركم الى هيدين بذي وانظروا في ري كيف سيب كان ايها عاقبه المفسدين كوي وفسادين اي قوم لوط غير عاد خير ثمود قوم نوح مفسدين تي هور عربتو سي اهاتي بالفيريا كل كان وحور وان كان هدي هذا نبي شعيب هذا كبت وان كان هدي اهاتي طائفه كورمي بالذي كيرمي ارسلت انا ولي صدري به الذي شيء قبل ايغو صدري هدي اهاتي وطائفه جماعاتنا لم يؤمنوا ان رمين فاصبروا سمرا
saasuu yidhi. Markii ugu dambaysay wuxuu yidhi, war haddii jamacad idinku idinka madaano wixii anagu laigu soo diray ay rumaysan yihiin, qaar ay rumayn waayeen, isbadbaadiyo nimbatiis ha ku socod, nimbatiis ha wato, ha la samro, ilaahay baa kii xaq wata iyo kii kale isaga kala saari doona, sidaas aan ku wada noolaan oo sidaasu nagu badbaadiy, idinku waan idinku badbaadinaynaa. فاصبروا سمر ساس كسمر حتى انت يحكم الله الى يحكمنا بيننا انا دخديه وهو اله خير الحاكمين كو حكمه كان هو خير بدن ويه سداس ان كو نولان حتى سدا لغا يلي ما ماركيسا ميا اما نسورا اما كتك ميشوي ما ور ميش ان كو بدن نولان ميا يلي والله سبحانه وتعالى علم.